مع أنه المرحلة حاليا هي مرحلة التحضير للانتخابات النيابية بعد حوالي شهرين، وكل يوم عم يكون في ترشيحات جديدة للانتخابات النيابية، ولكن عاد الحديث مجددا عن تعديل اتفاق الطائف. الرئيس ميشيل سليمان طرح من باريس تعديل تطبيق اتفاق الطائف كاملا من حيث إلغاء الطائفية السياسية وتشكيل مجلس الشيوخ. نائب وليد جنبلاط بدوره من أشد المتمسكين بتطبيق كامل لبنود اتفاق الطائف، وكذلك كل فريق 14 أذر. بالمقابل اللي ما دعون عنده تحفظات كثيرة على موضوع اتفاق الطائف، وهذا الشيء معروف من وقت اتفاق الطائف عام 1990. بالمقابل الرئيس بري وحزب الله كمان بلش من خلال سنة ونص يعطوا بعض الملاحظات حول تطبيق اتفاق الطائف. بالأمس شهدنا بجلسة مجلس النواب الرئيس بري عم يعترض على تغيير مقدمة الدستور ويطالب باستفتاء شعبي حول هذا الموضوع، وهذه مش أول مرة يطرح موضوع الاستفتاء الشعبي إن لجهة انتخاب رئيس الجمهورية وإن لجهة بعض التعديلات الموجودة بالدستور. بالمقابل الرئيس بري اختار من الاتفاق يعني تعديل الدستور اختار ما يناسب بعض الأفريقية ومنها تعديل سنة 18، مع أنه تعديل السنة 18 كان مطروح قبل هلأ بعدة اقتراحات، ولكن الرئيس بري أخذ بالاقتراح اللي قدمته كتلة الوفاء للمقاومة. هذا الشيء رح يطرح من بعد الانتخابات النيابية موضوع اتفاق الطائف مجددا، إن لجهة تشكيل الحكومة وإن لجهة إلغاء الطائفية السياسية وإن لجهة تشكيل مجلس الشيوخ الجديد. وهذا الشيء رح يطرح مجددا اتفاق الطائف على البحث، مما يعني إلغاء مفاعيل اتفاق الدوحة.